متأكد رقم 9 فعلا وريني كده سمي الله هوبا هوبا يا بنت المعزوزة يا بنت المعزوزة السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم في قناة يوميات حمدي ووفاء مع فيديو جديد والتحدي النهاردة قوي جدا وقبل ما نقول اي حاجة وقبل ما نعمل اي حاجة تنزلوا حالا دلوقتي على زر الاشتراك اللي تحت الفيديو ده واللايك وتضغطوا عليهم هما الاثنين علشان تبقوا من عيلتنا وتتابعونا تملي وتضغطوا زر الاشعارات عشان يوصلوا كل الفيديوهات دلوقتي الحلقة النهاردة زي ما انتم شايفين في العنوان تحدي الكراتين واللي مليانة اكل وكلها اكل مختلف عن بعضه وكل واحد وحظه زي ما انتم شايفين كده اكل كلها كراتين 18 كرتونة كل كرتونة فيها اكل مختلف عن التانية كلها حاجات فيها اكل في اكلات اكلات مشبعة اكلات دسمة اكلات حلوة اكلات حادقة اكلات مفيش اكلات خالص في حاجات ما فيهاش اكلات خالص كل واحد وحظه وفي حاجات يعني مفاجئة فهخلينا مع الفيديو الفيديو ده هيبقى جميل جدا ان شاء الله واستروا لي على لايكات لازم كلكم دلوقتي حالا كل اللي بيتفرج على الفيديو كل اللي بيتفرج على الفيديو حالا الفلايك بس كام 6 6 عايزه 600,000 لايك ماشي وفاء ما بتاخرلهاش طلب لما هي اللي بتطلب بتسمعوا كلامها فخليها هي اللي بتطلب منكم مش مشكله احنا الفيديو زي ما انتم شايفين احنا رقمنا كل الكراتين من رقم 1 لرقم 18 من رقم 18 ونفس الارقام دي موجوده هنا في البوله دي موجوده هنا في البوله دي نفس الارقام عشوائي ومعاها ارقام تانية وحاجات تانية واختيارات تانية كل واحد فينا هيختار ورقه ويلف علينا الدور لغايه لما الكراتين والورق اللي جوه ده يخلص وكل واحد هيطلع له اللي في الكرتونه ياخده رقم واحد التحدي ده اللي هيطلع له الاكل بالحظ ده رقم واحد رقم اتنين ان الاكل اللي هيطلع له ايا كان هو كل شخص فينا ياكل الاكل اللي هيطلع له كله ايا كان ايه هو لو طلع له كل الاكل التقيل ياكله هو وحظه لو طلع له كل الاكل القليل او الاكل اللي مش هيقدر ياكله او اكل صعب او ايا كان اللي هيطلع له هو وحظه محدش يبص للكرتونة اخوه حاضر يا بابا رقم اتنين حاضر يا بابا خدت بالك بتقولي ايه حاضر يا بابا بتوشوشني حاضر يا بابا يبقى احنا كده ايه محدش يبص لايه لرزق التاني كل واحد ورزق دي حاجة كل واحد ونصيبه خلاص يا اولاد ماشي لحد قبل ما تخشوا صح وانت كمان كلام يتطبق عليكي ويتطبق عليا انا كمان يلا مين جاهز التحدي يلا حالا دلوقتي حالا هنبتدي يا ربي يبارك الدور هيبتدي من الصغير للكبير يعني وفاء اول واحده هي هتختار اول واحده هي اللي هتختار ماشي هتطلع ورقه من هنا كده انا امسكها يلا انت بقى ايه انا همسك الكاميرا كده عشان خاطر يعني ورقه واحده بس افتحيها ندى وشوفي ايه ده رقم كام صحيح رقم كام 11 كده هنفتح الكرتونه رقم 11 دي لمين لوفاء لوفاء Why are you crying طلع لها ميه وقوطه طلع لها ميه وقوطه طبعا خليها لك هنا دي بتاعتي ماشي هتركنيها هنا ماشي سيبها لها هنا سيبها لها هنا ماشي كده اول اختيار هسيب الورقه هنا خلاص الورقه على جنب اللي بعد سمي قول بسم الله وانت بتفتحها عشان ربنا يكرمك 13 رقم 13 بلال هيفتح رقم 13 واحد بس يروح يفتح الكرتون عشان يا ابني المحظوظة ده ايه؟ وجبة فراخ لا فراخ ايوه وجبة فراخ سوري وجبة فراخ سوري تمام فراخ مشوية حظك 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 ابسط يا عم حظك حلو وجه الدور على محمد اللي هيختار اللي بعده بسم الله رقم 17 رقم 17 لمحمد رقم 17 سمي الله اوه مارشميلو وزبادي الله الحظوظي مارشميلو وزبادي لسه في اختيارات تاني لسه في اختيارات تاني خلي السنه دي بتاعتك انت هنا وجه الدور على ندى ندى اللي عليها الدور سمي الله سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم اللي بيها اللي بيها اللي بيها حلو ايوه كده سمي الله ما هم بيسموا في سره
رقم 9 رقم 9 ولا 6 دي؟ اه هو رقم 6 ده خط ايدي اه. ماشي يلا اهو 6 اهي. يلا سم الله يا ابن العزوزه. بيس يا مان بيس. البيتزا بيتزا شاورما فراخ دي طبعا. ندى تقريبا كده لغايه دلوقتي هي اكتر واحده محظوظه هي وبلال. وبلال طلع له اكله حلوه ولسه لسه في حاجات لسه في حاجات كتير جدا. يلا اللي بعده مين؟ انا خايفه. انت اللي عليك الدور. يلا بسم الله سم الله علشان انت نيتك. اقرا القران. احنا على فكره جعانين جدا والله العظيم. احنا ما فطرناش النهارده علشان خاطر نعمل التحدي ده قوي كده. بسم الله. رقم 3 هناك اهي. رقم 3 اهي. اوه وجبت كفته. لا 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 يا بنتي وجبت كفته. وجه الدور عليا انا اللي بدفع الفلوس. يا ترى يطلع لي ايه؟ يا رب يا رب استرها معايا يا رب. بسم الله. افتحي يا بنتي. عارفه لو طلع فيها حاجه واحده ماليش دعوه انا مختبطه بايدك. بسم الله. بسم الله. رقم 18 اخر كرتونه. تعالى 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 تعالى. رقم كرتونه 18 كشري كشري. الف حمد وشكر ليك يا رب. احنا اتفقنا على ان دي ارزاق وانا الحمد لله برضه بقليل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فضل وعدل ان يطلع لي كشري. ناس طلع لهم كفته وناس طلع لهم فراخ وناس طلع لها بيتزا وانا يطلع لي كشري. الف حمد وشكر ليك يا رب. وفاء اختارت رقم 2 هناك اهي. رقم 2 اهو. يا خسرتي منحوسه. Why are you crying؟ والله العظيم منحوسه. انت مش هتاكلي النهارده شكلك كده. مش هتاكلي خالص. البت لا كرتونتها هناك اهي. الكرتونه بتاعت وفاء هنا اهي اهي دي. يعني وفاء كده معاها ايه؟ كده وفاء الصغيره يا عيني معاها ميه وقطايه وجزره وشيبسيايه. ما هي هي طول عمرها اكلها ايه؟ تعبان مولة كده. وفاء كده يا عيني اكتر واحدة لغاية دلوقتي حظها ورزقها قليل يعني مش هنقول كده. ليه وانت طلع لك ايه؟ مش ماله لسه اكله. يلا بسم الله. اوه مكتوب تاخد كرتونة اللي بعدك اللي هو محمد. هتاخد الكرتونة بتاعت محمد. يلا خلي محمد يطلع وتفتح. لا الكرتونة اللي انت هتفتحها دلوقتي هتديها لمين؟ لبلاد. ماشي بسم الله. هو كده كده تلاقيه بيقول يا رب تطلع حاجة قليلة. تطلع حاجة وحشة. لا تحب الخير لأخوك. ماشي قول يا رب تطلع حاجة حلوة عشان يطلع لك ربنا يكرمك. اه استني بقى مكتوب فيها ايه ده؟ اعطي كل اللي معاك للي بعدك يا رب. كده بلال كده بلال كده بلال هو اللي هيدي كل اللي معاه للي بعده. واللي بعده اللي هو مين؟ اللي هو محمد. فمحمد كده هياخد حاجة بلال. يا لا سخريات القدر. يبقى كده بلال بلال اعطي كل اللي معاك للي بعدك. واللي بعده المفروض يعني عشان خاطر ما تتلخبطوش. بلال طلع له ورقه مكتوب فيها ان هو ياخد كرتونه اللي بعده اللي هو محمد. ومحمد طلع له الورقه دي فمعنى كده ان هي رد التاني لبلال وياخد كل اللي بعده يديه لمحمد. سبحانك يا رب سبحان العاطي الوهاب. يلا يا عم هات كرتونتك. فين هو ده كل اللي معاك اللي هي الوجبه ايه؟ الفراخ اللي بصينا له اللي بصينا له هيديها لمحمد. مارشميلو وفراخ. مارشميلو وفراخ. روح حاسب تتقلب على الكرتون. لسه لحد ما خلص. لسه مش معايا حاجه. مش عارف القدر معايا حاجه. كده ندى اللي عليها الدور. كده بدل ما معهوش حاجه. ندى اللي عليها الدور. ده انا معقولي من رقم 12. رقم 12 اهي. رقم 12 اهي. بقلاوه. زلابيا. زلابيا ولا بقلاوه اسمها ايه؟ لا زلابيا. بقلاوه. احنا بنقول بقلاوه بس ماشي دي بقلاوه. عارفه بلومه القاض. يلا حاجه حلوه هو كده معاكي اكله والتحليه. يلا اللي بعد. انا حاسه
عندك حجر حلو بيتزا وبقلاوه وزلابيا بيتزا وزلاب. انا وفاء اللي عليها الدور. استر يا رب. هون طلع لي ايه قبل كده؟ كفته. اه تاخد كرتونة اللي قبلك. اوه انا اخد الزلابيا تعالى على بختي وبختك يا ابا. عشتني بيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يما. انا اخد الزلابيا. انا اخد الزلابيا. وفاء كده هتاخد الزلابيا. الزلابيا انا هادي الكرتونة. تاخد كرتونة اللي قبلك. الله يا لا سخرية القدر. زعلانة بصلي فيها. كم كرتونة كفتة دي؟ اه فتيها بقى كده. اه يبقى انا معايا زلابيا كفتة. يلا اللي بعده. الا يا رب مصدر يطلع لك ايه بقى الكشري. افتحولي افتحولي. رقم 8 سمو الله. واحد ايه رقم 8 ايه. اوه رامي. عشان تهدم الكشري. عشان الحمودة. عشان الحمودة صح. عارف سبحان الله سبحان الله. بجمع ايه لما وفق. فعلا انا بحب البيبسي او المشروبات الغازية مع الكشري عشان الحمودة. وانت عارفين بالظبط الراني بيها. اه بالظبط. وفاء اللي عليها الدور بقى. استر يا رب يا رب تختاري حاجة حلوة. بسم الله. سمي الله قولي بسم الله. كن ربنا يعوضك افتحها. ايوه انت قولي بسم الله. قولي بسم الله. بسم الله. قولي بسم الله. قالت بسم الله. 5 رقم 5. فين رقم 5؟ رقم 5 اهي. افتحوها. اوه ده انت حظك ايه يا لهوي. بس حلو شويه. Why are you crying؟ ماشي كروسو ماشي ماشي. ايه كرتونتها فين؟ اهي حاجات اهي. معاها 3 كراتين احسن من اللي صراحة يعني. الحمد لله اللي يشوف بلوة غيره تقول عليه بلوته. ملحوسة. يلا بلال اللي عليه الدور. يلا كنت عايزة افتح اهو. هتفتحها لك؟ بسم الله. رقم 14. اه روح افتحها انت يمكن يبقى. رقم 14. بسم الله. اوبا شاورما. سندوتش شاورما يا ابن اللعيبة. شاورما جميل. سندوتش شاورما. الله شاورما سوري. سندوتش شاورما سوري. يلا يلا فاضل الكراتين قربت تخلص. محمد بقى. محمد اللي عليه الدور. بسم الله. 7 رقم 7 اهي. افتح كده رقم 7. افتح رقم 7. اوه تفاحة وعصير تفاح برضو والمنطقة بتاعها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حلو 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 جدا كمان. فين كراتينك دي؟ اه يلا اللي بعده مين؟ ندى. سمعتش ندى بيتزا صح؟ ياك ما تخسرهاش. رقم 1. رقم 1 اهي. رقم 1 اهي. تحيه. با ماشي مش وحش مش وحش. خير برضو. قولي الحمد لله. خد من الحق. قولي الحمد لله على ربنا رزقك فيه. معاكي بتزاي. عايزه ثاني. معاكي بتزاي. معاكي بتزاي بالعصير والتفاح. ماشي ماشي الحمد لله الحمد لله. وفاء. وفاء اللي عليها الدور. رقم 4. رقم 4 اهي. بس يا وفاء. بس يا فوق. طاجن. انا وانت هنقعد في محل واحد. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوة دي؟ طلع لها طاجن مكرونة من نفس محل الكشري. كده وفاء معاها 3 وجبات. معاها زلابيا وايه هن اه. يلا اللي بعده. انا بنت حظك تطلع المرة دي كويس. يا ترى في اكل ولا ايه؟ انا جعان. تعال لا انا عايز وفاء اللي تفتحها لي عشان وفاء حظها منيل بنيله. انت عايز تبقى حظك زيها؟
15 رقم 15 افتحيها لبابا يا 15 افتحيها لي يا وفاء بيه يا الله على وش اسكندران يا الله الله احمدك يا رب شكرا يا وفاء شكرا يا وفاء شكرا كراتينك انا كراتيني فين وفاء وانت وانا كده لسه فاضل اختيارات تاني علشان خاطر الدايره ما تكونش مقفوله تبقى فيه عشوائيه شويه بس عامه انا وانت شكلنا مش هيجي الدرع بعدين وفاء يا رب يا وفاء يطلع لك اكل وحسن صعبان عليا قوي هوبا وفاء الصغيره تختار اي شيء واحد من اللي قبلها اللي هو انا الله ارحم ارحم وفاء تختار اي حاجه من عندي كده وفاء تختار حاجة من دول افتحي لها التلاتة وعيتوت تعالوا في كده عشان تشوفيهم ماشي اختاري اللي انت عايزة بقى دي منحوس انا عارفة تختار ايه مستحيل عايزة ايه محدش يأثر عليها هي تختار اللي هي عايزاه هتختاري ايه حاجة واحدة بس والله عارفة انها تختار وكشري عايزة ده عايزة ده يعني عايزة ده اه ماشي هي اختارت الكشري احمدك يا رب انا وفاء ربنا رضانا سبحانك يا رب سبحانك يا رب عشان تعرفوا ان الفيديو ده بس ما شاء الله عبره للناس اللي بصوا في ارزاق حد او اللي مش عاجبه رزقه او اي حاجه في ده في ثانيه اللي فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى فوق بصوا حاجه ما شاء الله كراتينها اكتر كراتين بقى اكتر كراتين مش مشكله يلا بينا اللي بعده فاضل ايه فاضل 3 ورقات بس 3 ورقات بس ممكن يقلبوا مجرى التاريخ بسم الله ربي ما يكون هتختار حاجه هي رقم تقريبا 16 10 رقم 10 هي بلاك واو كوكيز جميل فين بقى دي لك يا يلا اللي بعد بس يا وفاء محمد تسعتاشر ولا ستاشر ستاشر رقم ستاشر اهي مفيش تسعتاشر اصلا فطيرة بالسكر واللبن حلوة احمد ربنا جميل قول الف حمد وشكر ليك يا رب اخر ورقة افتحيها يلا على طول على طول هي اخر عبة اكيد هي رقم 9 فعلا وريني كده بسم الله هوبا يا بنت المحظوظة يا بنت المحظوظة حريف افلام وفلحت قالوا لي هتفشل بس نجحت هي لعبة خالص بقى وارتحت في علم الفيلم نجحت كريم شفتي ربنا كرمك ازاي بيتزا وكريب بكل الاكلات الجامده جدا طلعت لندى يلا يا ستي بالالف هنا وشفا يا قد ايه الواحد اتعلم في الفيديو ده حاجات كتير ان الرزق ده مش بايدك ولا بايدي ده بايد ربنا بس يلا كل واحد يجهز كراتين يلا بينا التحدي التاني ان احنا كل واحد ياكل الاكل اللي هو طلع له ويرضى باللي ربنا قسمه له علشان خاطر ده يبقى تاكيد على ان الواحد قبل باللي ربنا فعلا قسمه له يلا مين اقل واحد في الكراتين نشوف انا بيتهيالي انا اقل واحد بيتهيالي بس اكتر واحد دافع مش مهم الحمد لله لو كده وصلنا للحظه ان احنا ننفذ الشرط اللي قلنا عليه وهو الاكل اتعلمنا من الدرس ايه ده يا اولاد كل واحد ايه يرضى بنصيبه دلوقتي هنطلع الاكل عشان نشوف كل واحد معاه اكل ايه بسم الله طبعا انا ربنا رزقني بسندوتش حوشي اسكندراني وانا طاجن مارشميلو وزبادي وراني يعني انا كده ده اكل النهارده وده عشايا الحمد لله طبعا وفاء كانت في بدايه الفيديو كانت مظلومه جدا وكان طلع لها ازازه الميه دي وكان طلع لها الطماطميه دي ده الكفته الاكل السوري ورجع تاني طلع لها الجزره وطلع لها الشيبسي صح يا وفاء ورجع بعد كده طلع لها دي ورجع بعد كده طلع لها ربنا رزقها ان هي تاخد مني الكشري معلش معلقه معلقه معلش دلوقتي دول
ماشي دلوقتي جه معادنا مع الدرس الثاني وهو ايه؟ الاكل. الاكل لازم كل واحد ياكل اكل اللي قدامه ده. بس في درس مهم جدا مهم جدا لازم دلوقتي نتعلمه حالا وهو ايه؟ ان المليان يكب على الفاضي. المليان يكب على الفاضي يا جماعه علشان يكون في روح من التعاون. مش فاهمين مني؟ تدوني اي حاجه. تدوني اي حاجه. كل واحد ياكل حاجه. لا بس ده ما يمنعش ان لو حد معاه حاجات كتير وحد معاه حاجات قليل نديه. صح؟ احنا في راضيه وفي نفس الوقت برضو فيك كده سن كده العطاء. روح العطاء. الله عليك يا وفاء. يا سلام سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية يا فيلسوف الحمير. ده انا فيلسوفك يا عمدي. اديهم كمان قولهم انت معاك كوبايه. انا على نفسي راضيه بنفسي. اديك صباح. اديك صباح. واو. مش وانا هدوقكم من الايه؟ من الحواوشي. يلا كله افتحوا كله يلا. ناكل بيتزا. بسم الله. بسم الله. حواوشي بتاعي شكله جامد. وانا البيت جامد جدا. شم ريحته. الله جامد جدا. انا بس دوقني بقى عشان ادوقك في الكفته. مش لازم تاكلي بقى محمد. انا دوقت ده سحري. شكرا. ابدا بايه ولا ايه؟ مين يوصف الحواوشي؟ ابدا بايه ولا ايه؟ تبدا حواوشي تديني بيتزا؟ خدي حته وهاتي حته. براح يا دود. طعم خطير خطير صح يا وفاء؟ طب ايه انتوا محددين كده؟ انا ماليش حاجه في النص. خدي. انا جعان جدا. وانا انا اكل. حد عايز طاجن؟ مين معاه اكل قليل؟ مين عايز طاجن؟ خدي بقى. طب ابلع القهوه. وفاء وفاء بتاكل كشري. خدي خديها. بديك اكل سوري. ماشي تديني بيتزا. ماشي. بلاد معايا ايه؟ انا واحد. بلاد معايا سندوتش الشاورما. خد كفته. ها؟ بديك انا واحد من دول. ودي كفته. حد عايز حواوشي؟ انا عايز حواوشي. خد. خد. ماشي. دي. هديلك انا قصدت في كله. كله. اديني حته بيتزا انا. عايزه بيتزا؟ سابت الحواوشي وحبه الكشري. معقول مش عاجبها؟ هي بتحب الكشري اصلا. معتوب تطلبه فعلا. وتروح طريقه. بطاطس بس؟ لا اديك الكشري والاندومي الاكلتين الوحيدين اللي بطلبهم. ماشي يلا. هو كابتن محمد بياكل ايه؟ بياكل بيتزا من ندى. تاخد حواوشي؟ معاه ها؟ معاه فراخ. ما تاكلش الحلو بقى لما تخلص خالص. خد كفته يا حمدي او طاجن زي ما انت عايز اهو. ده طبعا اللي احنا بنعمله ده تعاون. هيروح ايه التعاون؟ مش ان احنا مش قد كلامنا عشان ما حدش يقول ايه انتوا قلتوا هتاكلوه وما كلتوش. صح؟ ده روح التعاون والعطاء. والعطاء. خد بيتزا؟ خدت بيتزا على كفته. على كفته. نقطه بيتزا. بقول لك الحواوشي ده طويل قوي. طعمه حلو قوي. يا محمد. مش ناوي تمارس العطاء معانا؟ مخبي بتاع بالرغيف. انا استاذنته وخدت وقال لي ماشي. ادي البابا. ها؟ حته بس حدقه. خد خد حته. خد اللي انت عايزه. محمد الطيب. محمد الحنين. مين هناك عايز؟ حد عايز طاجن؟ انا عاوز حواوشي. خد حواوشي معايا اشتغل. ماشي. عايز طاجن؟ خدش. لو بقى عندنا بالكريب بقى. ماشي. كريب؟ ايه يا وفاق؟ ندى. كل كل. خليه يكون من. عاوز اضغط كده. انا اربع بقى. لو حلو. لا لو حلو قلنا. طعمه مجنن مفيش زي. كله يقول الحمد لله على ربنا رزقه بيه. لو اني كريبي انا. اطمئن صغير. ده انت بتتكلم عن اللي انا كنت عامله. والله العظيم بتتكلم عن اللي انا كنت عامله. ايوه خير لي كده. اللي انا كنت عامله كان احلى. عامل زي الفطير. في محلات بتعملها فين؟ انا حلفت بالله ان اللي انت كنت عاملاه احلى من اللي احنا بنشربه. انا حلفت وعارف. بس في حاجات بتعملوا احلى من اللي كنت عاملاه برضه. لا ولا في حاجات بتعملوا احلى من ما بنت اللي خليتيه بقى ما اعرفش. خدي انا. انا الكريب؟ لا وفاء ما بتحبش الكريب. خدي انت بتحب الكفته. عايز؟
عايزه؟ دواء يا اخوك الكلب، وانت دواء الشاورما السوري دي. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهارده، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا، وتشتركوا في القناه وتضغطوا لايك للفيديو ده. ده الفيديو دوت فعلا فعلا فيديو جميل، انا حبيته قبل ما اعمله، الفكره كانت عجباني جدا عشان كده نفذتها. احنا اتبسطنا قوي بفكره الفيديو صراحه، يعني لان في مفاجآت وفي كده حماس وفي تعاون وفي تعاون وفي حظ وفي كوميديا كل حاجه وفي نصيب. يا رب يكون عجبكم. اتعلمتوا؟ بتعلمنا ايه النهارده؟ تعاون وتقبلوا ايه باللي ربنا يرزقكم بيه. عشان اللي بيرضى ربنا بيديله، انت لو رضيت بالقليل اللي معاك ربنا بيديك اكتر. زي وفاء. انما اللي بيعترض ربنا ما بيديلوش تاني. يلا مع السلامة. مع السلامة. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتقولوا رأيكم في الكومنتات على الحد ده. هتاكلي جزر.